روعة في المذاق وفي الشكل، مكون من 4 ديال الطبقات: طبقة ديال البسكوي، طبقة ديال كريمات الجبن، طبقة الفريز، وأخيرا طبقة ديال الجيلو. غادي نحتاج البسكوي سبيكيلوس الإيطالي مطحون، جبنة الماسكاربون، جبنة فيلادلفيا، يمكن لكم تستعملوا أي نوع كيشبه ليها، الفريز، سيرو ديال الفواكه المعلبة الجاهزة، عصير الحامض، سكر سنيدة، زبدة مذوبة، كمية أخرى ديال السكر سنيدة، أوراق الجيلاتين، نكهة ديال الفريز، وأخيرا ملون أحمر. أول حاجة غادي نحتاجو المول بهذا الشكل، يكون كيتحل من الجنب، القطر ديالو من 22 سنتيمتر حتى 24. غادي نلبسوه بورق الزبدة بهذا الشكل وغادي نحطوه. غادي ناخدو بول بحال هذا الشكل، غادي نوضعو فيه البسكوي ديالنا، غادي نضيفو عليه الزبدة مذوبة، غادي نخلطو بهذا الشكل. غادي ناخدو المول ديالنا خليط البسكوي والزبدة بهذا الشكل، نوزعو بهذا الشكل، نحاول نملأ الفراغات اللي عندي، نحاول نقادو ليه الوجه ديالو بهذا الشكل، ندخلو المول ديالنا للثلاجة، ندوزو نحضرو الطبقة الثانية. هنا غادي نحتاجو الكريمة ديال جبن فيلادلفيا، الماسكاربون اللي هو هذا الجبن، كنستعملوه في تحضير تيراميسو ايضا، وغادي نحتاجو السكر سنيده. غادي ناخذ البول ديالنا، غادي نوضعو فيه كريمه الجبن فيلادلفيا اللي عندنا، غادي ناخذ الماسكاربون نضيفو عليها، نضيفو السكر ديالنا، ما بردت لنا الطبقة الثانية غادي ننتقلو نضيفو الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الفراولة، مقطعة على هذا الشكل كما كتشوفوا، غادي نضيفوها بهذا الشكل. غادي نحضروا اخر طبقه من تشيز كيك. هنا عندي 500 مللتر ديال السيرو ديال الفواكه المعلبه اللي كتباع جاهزه، عندي جيلاتين، عندي السكر سنيده، عندي ملون احمر، عندي نكهه الفراوله. بالنسبه للناس اللي كيتوفروا على هذه العلبه ديال الجيلو، غادي يستعملوا جوج ديال العلب ديال الجيلو مع 500 مللتر ديال الماء، غادي نقصوا الكميه ديال الماء باش يجيهم الجيلو متماسك. غادي ناخذ السكر ديالي نضيفو على السيرو، غادي ناخذ الملون نضيفو، غادي ناخذ معلقه صغيره ديال نكهه الفريز، غادي نضيفها، وغادي ندهن سخن. بعد ما سخنت الجيلو غادي نضيف له اوراق الجيلاتين اللي رطبت في الماء بارد، غادي نعصرها مزيان من الماء، نضيفها، نحرك بحال هكذا حتى يذوبوا اوراق الجيلاتين، نتاكد ان جميع الاوراق ذابت. بعد ما برد لينا التشيز كيك مزيان وبرد لينا الجيلو ديال الفريز، غادي نضيفوا الجيلو ديالنا غير بملعقه بهذا الشكل، غادي
ناخذ موس بهذا الشكل، جناب كنصحكم تجربوه لانه كيجي روعه في الشكل والمذاق، خاصه الاطفال كيحبوه بزاف. ما بقى لي غير نودعكم، الى اللقاء.